الفرح والسرور والتبريكات على المجهود الذي بذلوه ليصبحوا من اوائل المعارف الاثريه التعداديه والثانويه. فمبروك لكم جميعا، ومبروك على اولياء الامور الذين صبروا وتحملوا ما يلاقيه الانسان من عناء ليبقى الولد ثمرة أبيه. الحفل الكريم يشرفني ويسعدني أن أكون موجود معكم الآن لأقدم التهاني والتبريكات لأولادنا وثمار قلوبنا. وخير ما نستهل به هذا الحفل الكريم آيات بينات من فضيلة الأخ الحاج عبد الله دلش. أعوذ بالله من
احسنت يا شيخ عبدالله. صدق الله العظيم ودلل نبي الجليل والآن نهدى إلى يوم الدين نكرم جميعا نزل على قلب المسلمين محمد رسول رب العالمين الذي من خيره وهو الطريق القويم سمعنا إلى آيات بينات من سورتي الضحى والشر الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له باب العلم فاجتهد النبي اجتهادا عظيما وبلغ كل ما انزل عليه من رب العزه وانتم ايها الطلاب الاوائل رموز يجب عليكم ان تحافظوا على مكانتكم في هذه الحياه الدنيا ولا تتنازلوا على هذه المراتب في الأيام القادمة. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحافظ على ورده كما يتعلم ويعلم الناس وكان يحافظ على الورد. في يوم من الأيام نام عن ورده ولم يقرأ ففتح القرآن الكريم فلم يحفظ مع أنه سبحان رب العالمين كان إذا قرأ الصحيفة حفظها من أول مرة وفي رواية كان يداري على الصفحة الثانية لكي لا تتخيل على الصفحة الأولى وفي اليوم ذلك نسي الشافعي فماذا فعل؟ ذهب إلى أستاذه وكيع ويقول شكرت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى درس المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي مع أنه نسي أن يقرأ الورد أما أنتم فاجتهدوا اجتهدوا اجتهادا عظيما ولا تيأسوا ولا تنازعوا فيما بينكم الغيرة بينكم موجودة غيرة محمودة الطالب الذي أخذ المركز الثالث يجتهد ليصبح في المركز الأول الذي أخذ في المركز الأول يجتهد اجتهادا عظيما لكي لا ينزل أو يهبط القرآن يقول وليزدادوا الذين آمنوا إيمانا وأنتم أيضا طلبة العلم وأنتم أيضا طلبة العلم الذين كانت لهم العليا في يوم من الأيام يشرفنا في هذا اليوم الكريم أن يكون معنا الأستاذ محمد الرضاني وكيل وزارة التضامن الاجتماعي فمرحبا به في هذه الجمعية الخيرية ويشرفنا أيضا أن يكون موجود معنا أستاذي وشيخي ومعلمي الأستاذ محمود الشاغوري موكل الأزهر الشريف فإليه الكلمة فلنستمع إليه إن شاء الله مستمعين مستنفعين بعلمه إن شاء الله آمين فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد
بحضرة القرآن الكريم. هذا القرآن الذي جعله الله تبارك وتعالى حبله المتين الممتد من السماء إلى الأرض، من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ونحن بهذه المناسبة الكريمة في هذه الليلة الكريمة في هذا الشهر الكريم نقدم كل الثناء الجميل لمن ساهم في هذا المشروع الخيري وقام بتحفيظ أبنائنا وبناتنا كتاب الله عز وجل، فجزاهم الله عنا وعنكم جميعا خير الجزاء. ولقد جئت ممثلا من الأزهر الشريف، فلقد أرسلت إلينا الجمعية دعوة مباركة كريمة إلى السيد صاحب الفضيلة مدير إدارة تفتيش منوف، ولكنه حدث له ظروف خارجة عن إرادته، فأرسلني مشكورا ممثلا له كي نشارك الحفل الكريم في هذه المناسبة العظيمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا اللائي والذين قمنا بحفظ هذا الكتاب الكريم الذي سوف يؤهلهم إن شاء الله تعالى إلى أرقى وأعلى المناصب الدينية والدنيوية إن تمسكوا به وحافظوا على ما حفظوه، فهو القرآن الكريم الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن وعلمه كان له الأجر والثواب من الله عز وجل. وفي حديث آخر: القرآن والصيام يشفعان لصاحبيهما يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته منامه بالليل فشفعني فيه. فيقول الله تعالى لهما: انطلقا بعبدي إلى الجنة. والكلام كثير لا ينتهي عن فضائل القرآن الكريم وعن حفظ القرآن الكريم وعلى من قام وحفظ القرآن الكريم. ونحن في هذه المناسبة الجليلة نتقدم للجميع بخالص الشكر والثناء الجميل داعين الله لهم بالتوفيق والسداد في كل خير وفي كل عمل، والله معنا جميعا. وفقنا ووفقكم الله إلى خير العمل وعمل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ محمود الشكوري أستاذي وشيخي ومعلمي، فجزاه الله عنا خير جزاء. وحقا أيها الأبناء، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما فعليه بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
خير من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أخرى وخير من تعلم العلم وعلمه. الحفل الكريم، الإخوة والأخوات، جمعية مراد الإسلام الخيرية ليس كغيرها من الجمعيات، ولكن نحسب من فعل ومن أسس هذه الجمعية في رحمة الله عز وجل. نرحم الله الرجل القادر الحاج منير الطوش الذي أسس هذه الجمعية، ندعو الله له بالرحمة والمغفرة ونحن في شهر رمضان الكريم. وأرحب أيضا بشيخي وأستاذي فضيلة الشيخ سامي الحبشي الموجود من بيونة الآن. ولكن لا يفوتنا أن نستمع إلى رجل تضامن اجتماعي، وأنا أعرف عن قرب وهو أخ لنا وحبيب إلى قلوبنا، كلمة الأستاذ محمد الغضاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة الأفاضل الحضور جميعا، كل عام وأنتم بخير وأنكم حلول شهر رمضان المبارك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعين على الأمة العربية والإسلامية اليوم بيوم الخير والبركات والسلام. ببدأ بالتحية لأبنائنا وبلدنا الله المتبقين اللي بذلوا الوقت واستفادوا من كل وقت وكان كل همهم العملية التعليمية إلى أن وصلوا بفضل الله تعالى إلى ما وصلوا إليه من تفوق. واتمنى لهم دائما المزيد من التفوق والتوفيق، وان حافظوا على المراكز التي حصلوا عليها، وان يستمروا في التفوق في السنوات القادمه باذن الله. فدور التحيه والتقدير والشكر لمجلس اداره جمعيه مناطق الاسلام، هذا المجلس النشط الحيوي الذي يقدر المتفوقين ويعمل على تقييمهم والتقييمين في هذا التقييم السنوي، لذا تقييم سنوي بقاله سنوات عده. الجمعيه ممثله في مجلس ولايتها بتقوم بتكريم الطلاب المتفوقين في الشهادات المختلفه، وله تقدير عظيم. بندعو يعني كل الجمعيات وكل الهيئات انها تحرص على دائما ان يكون المتفوق من يقول له احسنت واسدت وتقدم له، ويعني ما تستطيع من شهر التقدير او جائزه رمزيه تكون دائما في حساباته في السنوات المقبله باذن الله. لا اصول عليكم حتى لا اكون يعني سبب في تعطيل كل لا 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 ما انت قصدك كلمه لكن انا احيي المنصه، احيي السبب